بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اللهم ثبتنا على الإسلام. الحمد لله، الله تبارك وتعالى يقبل شهادة أمة محمد، لأن نوح وبلغوا وجميع الرسل بلغوا، ونحن نشهد بما أخبرنا الله في كتابه بأن نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ولم يؤمن منهم إلا القليل حتى أغرقهم الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن كثير رحمه الله: قال الوسط العدل، وسطا أي عدولا، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، أي تشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ، ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، أي ما آمن به إلا رجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال لهم: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيدعى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الحمد لله.
حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضًا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس: حدثني مكتب لنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم، أي على مكان مرتفع، مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ودى أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. الحمد لله، اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وروى الحاكم رحمه الله في مستدركه وابن مردوية رحمه الله أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلم، وكتب وكنت إلى جنب إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعم المرء كان، أي هذا الميت نعم المرء كان، لقد كان عفيفا أي بعيدا عن المعاصي مسلما، وكان وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بما تقول؟ فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر. وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله، فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعم المرء كان، لقد كان عفيفا أي بعيدا عن المعاصي مسلما، وكان وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بما تقول؟ فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله بئس المرء كان، إن كان لفظًا غليظًا فأثنوا عليه شرًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: أنت بالذي تقول؟ فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. الله أكبر. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال المعلق: وتعقبه الذهبي بقوله فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوي، في سنده مصعب بن ثابت ليس بالقوي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتًا ذريعًا أي كثيرًا،
فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها، فأثني على صاحبها خير، فقال: وجبت وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى عليها شر، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قال: فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث داود ابن أبي الفرات به رحمه الله. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن مردويا رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى، حدثنا أبو قلابة الرقاشي، حدثني أبو الوليد، حدثنا نافع بن عمر، حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يقول: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. ورواه ابن ماجه رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، واختم لنا بخير يا ذا الجلال والإكرام والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم التوجه أولاً إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتداً عن دينه. وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس، إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان، كما يحصل، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق. المؤمنون كلما جاءهم شيء من الله أيقنوا وصدقوا، كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. اللهم زد في إيماننا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نعوذ بالله. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نعوذ بالله. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم هم الذين صلوا القبلتين، يعني صلوا إلى بيت المقدس ثم لما حولهم الله إلى الكعبة صلوا إلى الكعبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة وهم يصلون. لما بلغهم الخبر توجهوا إلى الكعبة رضي الله تعالى عنه. وقد رواه مسلم رحمه الله من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه الترمذي رحمه الله من حديث سفيان الثوري، وعنده أنهم كانوا ركوعًا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وكذا رواه مسلم رحمه الله من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. كلما سمعوا من الحق سمعوا وأطاعوا رضي الله تعالى عنهم. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، لا يضيع ثوابها عند الله. الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا أو قتلوا صلاتهم صحيحة لأنهم صلوا بأمر الله، لا يضيع عند الله عملهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس لأنكم صليتم بأمر الله. وفي الصحيح رحمه الله من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه. وفي هذا دليل أن الأعمال من الإيمان، فالصلاة من الإيمان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم صلى الله عليه وسلم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعًا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الحمد لله. وقال الحسن البصري رحمه الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع محمدًا صلى الله عليه وسلم، ليضيع محمدًا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
الدنيا والآخرة. وفي الصحيح رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي من الذين أسروا قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يا أرحم الراحمين، أدخلنا في رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة. الله أكبر. إذا آمنت بالله واتقيت الله يرحمك الله. اللهم أدخلنا في رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم عليه السلام أي الكعبة، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردويه رحمه الله من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله تعالى: فأنزل الله: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى الكعبة، إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام. الميزاب الذي ينزل منه ماء المطر من سقف الكعبة المشرفة. وروى الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جالسًا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب، فتلا هذه الآية: فلنولينك قبلةً ترضاها، قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن الحسن بن عرفة عن هشيم عن يعلى بن عطاء به رحمهم الله، وهكذا قال غيره، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله: إن الغرض إصابة عين القبلة، يعني أن تتوجه إلى نفس القبلة. والقول الآخر وعليه الأكثرون
أن المراد المواجهة، كما رواه الحاكم رحمه الله من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي رضي الله عنه: فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام. قال: شطره قباله، أي جهته. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم رحمهم الله. وكما تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن كان في جهتهم. وقال القرطبي رحمه الله: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقال أبو نعيم الفضل بن ذكي رحمه الله: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرًا أو 17 شهرًا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت الكعبة، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت رضي الله عنهم. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرًا أو 17 شهرًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فصرف إلى الكعبة. الحمد لله. وروى النسائي رحمه الله عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، فجلست، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية، فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى، فتوارينا فصليناهما، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ. وكذا روى ابن مردويه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر، وأنها الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا الرجاء بن محمد السقطي، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا إبراهيم بن جعفر، حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم رضي الله عنها قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء بيت المقدس، فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، يعني توجهوا إلى الكعبة، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بما أخبرهم المخبر. وقال ابن مردوية رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا قيس عن زياد بن علاقة عن عمارة بن أوس رضي الله عنه قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن الركوع، إذ أتى مناد بالباب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قال: فأشهدوا على إمامنا أنه انحرف، فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة رضي الله عنه. وقوله تعالى وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه أي جسده وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يعني وقت الجهاد، إذا لم يمكن استقبال القبلة يصلي على كل حال. وأما في غير هذه الحالات فاستقبال الكعبة شرط لصحة الصلاة. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده يعني في السفر، وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاستقبال الكعبة شرط لصحة الصلاة إلا النافلة على الراحلة أو في وقت الجهاد إذا لم يمكن استقبال الكعبة، وكذلك في السفر إذا لم يهتدي إلى القبلة. مسألة. وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله. قال المالكية لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي رحمه الله: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، كما قال جمهور الجماعة، لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وقد ورد به الحديث. على كل، المصلي ينظر في موضع سجوده، وذلك أقرب إلى الخشوع. وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره أي بين رجليه. وقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم إلى بيت المقدس، يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم عليهم السلام من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك يعني يكتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً، ولهذا يهددهم تعالى بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، فهم يعرفون هذا في كتبهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيستقبل الكعبة. قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم
ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. عناد وكفر، نعوذ بالله. وقوله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضاً مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر الله تعالى من مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوى من غيره. ولهذا قال مخاطبًا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني أنت تعرف أنه ابنك لكن ما يؤاخذ بذنبك ولا أنت تؤاخذ بذنبك، كل بما كسب. قال القرطبي رحمه الله: ويروى أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود أسلم رضي الله عنه: أتعرف محمدًا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك ابنك؟ قال: نعم وأكثر، أي أعرف محمد أكثر من معرفة ولدي رضي الله عنه. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض، أي نزل جبريل أمين الله، وكذلك نزل جبريل إلى نبينا محمد أمين هذه الأمة. نزل الأمين من السماء، أي جبريل عليه السلام، على الأمين في الأرض، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمره. قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس، لا يشك أحد ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق. اليهود يكتمون، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي
عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية رحمه الله: لليهود وجهة هو موليها، وللنصران وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة الموقنون للقبلة التي هي القبلة الكعبة المشرفة. الحمد لله. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وقال مجاهد رحمه الله في الرواية الأخرى: ولكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وأبو جعفر الباقر وابن عامر: ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال هاهنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اللهم لك الحمد. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار 3 مرات، فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وقيل بل هو منزل على أحوال. فالأمر الأول لمن هو مشاهد، الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي رحمه الله: الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبي رحمه الله، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق. فقال: أولاً، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله، وارتقى عن المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة. وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم
عليه السلام التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها فخر الدين وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. قال أبو العالية رحمه الله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، أعوذ بالله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا. وقال هؤلاء في قوله: إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أي باطلة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم عليه السلام، فإن كان توجه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه، والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضاً، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفردوا الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه جل جلاله. وقوله: ولأتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي ولأنتم نعمتي، أي ولأنتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على الإسلام والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين، لك الحمد والمنة يا ذا الجلال والإكرام. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفراء الكذب، فانتقلوا ببركة رسالته، ببركة الله رسالته ويمن سفارته، إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما
وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الحمد لله. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أي الذين كفروا والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة، قال مجاهد: بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال مجاهد رحمه الله في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني، قال عبد الله بن وهب رحمه الله عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم رحمه الله أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس رحمهم الله: إن الله يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذب من كفره. وقال بعض السلف رحمهم الله في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. اللهم اجعلنا من الشاكرين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا عمارة الصيدلاني، حدثنا مكحول الأزدي، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: إذا ذكر الله هذا ذكر ذكره الله بلعنته حتى يسكت، يعني الكافر. وقال الحسن البصري رحمه الله في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير رحمه الله: اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي، وفي رواية: برحمتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، أي جماعة، ذكرته في ملأ خير منه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة عليهم السلام، أو قال: في ملأ خير منهم. وإن دنوت مني شبرا، أي قربت مني شبرا، أي بالطاعة، دنوت منك باعا ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولا. فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالعبادة والطاعة. اللهم اجعلنا من الشاكرين. صحيح الإسناد، خرجه البخاري رحمه الله من حديث قتادة رحمه الله. وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة، الله عز وجل على العرش استوى
استواء يليق بجلاله، وهو معنا يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء جل جلاله. وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعده على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اجعلنا من الشاكرين وأهلنا وأولادنا والمسلمين يا رب العالمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس، حدثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين رضي الله عنه وعليه مطرف أن كساء من خز لم يره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. إذا أنعم الله عليك أظهر ما أنعم الله به عليك، لا تظهر الفقر والجزع وأنت قد أنعم الله عليك، أظهر نعمة الله عليك، البس مما رزقك الله. وقال روح مرة على عبده فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الشكر إذا رضيت، ولك الشكر على كل حال. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها وإما في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له، إن أصابته سراء أي نعمة فشكر كان خيراً له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. إذا قدر الله عليك بمصيبة صل لله واصبر وفرج الله قريب. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. قال المعلق رواه أبو داود رحمه الله في السنن من حديث حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم أن تصبر وتجتنب المعاصي، وصبر على فعل الطاعات والقربات، جاهد نفسك على المحافظة على فرائض الله وما يقربك إلى الله. والثاني أكثر ثوابًا لأنه المقصود يعني الطاعات، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب يعني الطاعات، وإن ثقل على الأنفس والأبدان
جاهد نفسك بأداء الواجبات والصبر لله عما كره، يعني تصبر تمنع نفسك عن المعاصي وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. حافظ على طاعة الله وامنع نفسك عن المعاصي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون؟ أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس، أي جماعة من الناس، فتتلقاهم الملائكة عليهم السلام فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله، يعني حافظنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله، منعنا أنفسنا عن المعاصي حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة، فالنعمة أجر العاملين. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين.